الفوز تاع اليوم كان صعيب 2-2 ثم فزتوا في اخر لحظه. الحمد لله الفوز اليوم هذا بفضل كامل صحابي اللي كانوا حاضرين في الديره حتى الدقيقه الاخرى، وكما كانت مقابله صعيبه شويه ليكيب لاباس بها وهي كانت معنا في الترتيب بعد الاولين. كانت المباراه هذه لازم نفوزوا بها والحمد لله 3 بوان. لقاء صعب، كنتم متفوقين 2-0 ثم 2-2 وثم عدتوا في النتيجه في احد في اخر اطوال اللقاء، واش تقول على النتيجه تاع اليوم الفوز؟ الحمد لله يا ربي، نشكر اللاعبين على الشيء قدموه في المباراه هذه، ونشكر الجمهور اللي كانت الارضيه فيها ثلوج كثيره منهم اللي دخلوا عندنا. الحمد لله على الفيكتوار هذه، ان شاء الله الشامبيون هذا اللعب. طمينا على الفوز تاع اليوم، الفوز كان صعيب. بون السلام عليكم، الحمد لله على هذا الفوز اللي جاء الدقائق الاخيره بفضل الخوان تاعنا حاجي. الحمد لله ما ودرناش 3 بوان، ما ودرناش لي بوان في بلادنا. الحمد لله نهديو هذا الفوز للشعب هذا اللي جالس عندنا، ونقولوا بربي ان شاء الله السنة الشامبيون تاعنا ان شاء الله. شكرا، واش قلنا على الفوز تاع اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حققنا فوز كان صعيب. نشكر اللاعبين والطاقم الفني والاداري اللي كانوا واقفين معنا، وسيرتو الجمهور اللي جا اليوم وشجعنا 90 دقيقة. الحمد لله نادي الفوز هذا للجماهير، وبربي ان شاء الله العام هذا الشامبيون تاعنا. خمار، واش قلنا اللقاء تاع اليوم كان صعب، فزتوا في اخر لحظات، واش قلنا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نشكر الجمهور اللي وقف معنا، اللي كان هو السند اللي خلانا نربحوا في المباراه هذه، وين كانت صعبه بالتساق الثلوج من كنا ملاح في الميدان الاول، ماركينا دو بيت من خلانا نزيدو الحمد لله على هذا الفيكتوار، ونبقاو على الصداره ان شاء الله. ان شاء الله طبعا فوالي خلينا نكونوا في الصداره وان شاء الله نزيدوا الشامبيون. شكلك شاركت على غير معناتها في مركز الطاير الطيبي. نورمال نلعب كلش، المهم نقدم البليس للفريق. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله النتيجه الايجابيه اللي حققناها اليوم ما كانتش سهله كما شاهدتوا، خاصة ما عرفناش نستمروا في 20 دقيقة الأولى ضد منافس اللي يلعب الكرة جيدا، ونحيوه على الأداء البطولي اللي قدمه، منافس محترم ومحترم جدا، وهذا ما يخليناش نشكوا في الفريق تاعنا خلاص، لأن لعبنا لهم خاصة في 20 ولا 25 دقيقة الأولى، الأولاد تاعنا تبقوا التعليمات تاعنا، الشيء اللي خدمنا عليه قبل المباراة واللي وصيناهم عليه، وهو الاستثمار في ثقل المنافس، المنافس ما يعرفش يدافع في الكرات اللي ورا ظهره، لعبنا على الناحية هذه، والأولاد عرفوا كيفاه يخلقوا عدة فرص خاصة في 20 دقيقة الأولى، وإن كنا النتيجة كانت قادرة تروح، لو كانت تزيد اللقطات هذيك، كنا قادرين نروحوا النتيجة لأربع أهداف ولا 5 أهداف. بعدها المنافس رجع من المباراة سجل هدف وأمن في القدرات تاعو، ما عرفناش نبداو الشوط الثاني وين ارتكبنا خطأ، وكان ضرب جزاء للمنافس، حاولنا نسيروا 10 دقائق ولا 15 دقيقة وراء الهدف التعديل تاع شباب الوزير، لأنهم رجعوا لنا جيدا في المباراة، وبقينا نأمنوا بالقدرات تاعنا حتى الدقيقة الأخرى. ومن ناحية أخرى نقول الحمد لله الفوز في دقيقة 93 94 عنده طعم خاص، مشكورين الأولاد على الأداء البطولي اللي قدموه، مشكورين جميع اللي كانوا حاضرين، الحمد لله النتيجة، وبربي إن شاء الله القادم أفضل، الأولاد عندهم طموح كبير باه يحققوا حاجة مليحة الموسم هذا ويهديوا الفريق هذا والنادي الرياضي القسنطيني يهديوا له حاجه مليحه، ربي يوفقهم في المنتخب تاعهم ان شاء الله، وبارك الله فيكم وبارك الله في الناس اللي تعبت كامل باش تحققوا النتائج.